اهلا بيكم. النهارده يوم مهم جدا مع قيمه علميه كبيره في عالم النساء وتاخر الانجاب. خلينا اقول لكم ان الموضوع بتاع النهارده مهم ومزعج لاي ست. الست لما يتقال لها وهي في سن ربما مش كبير انت المبيض بتاعك بدا يضعف، انت المبيض بتاعك بدا يكسل، في كسل في اداء المبيض، ده معناها ترجمته بالنسبه للست ان فرص الانجاب هتبقى اضعف واقل. وطبعا احنا بنعيش في مجتمع دلوقتي وفي عالم الحقيقه نقدر نقول ان الوحوش اللي بتتربص بالمبيض وحوش عديده ومتنوعه، من تلوث لتوتر لازعاج لمواد كيميائيه في كل حاجه، لمواد سامه ومواد شبه سامه موجوده ومنتشره في الهواء، في التنفس، في التلوث، في الغذاء، حتى في الميه، كل حتة في العالم. أنا بتكلم على العالم يا جماعة، نسبة التلوث فيه ونسبة الإصابة بمشاكل خاصة بهذا التلوث عالية جدا. وكسل المبيض ليس موضوع إقليمي، يعني مش موضوع موجود في الشرق الأوسط ولا موجود في المنطقة العربية، ده موجود في العالم كله. هنتكلم النهاردة كمان على الأبحاث الجديدة اللي بتتعلق بتنشيط المبيض وإرجاعه لحيويته. Rejuvenation of the ovary، ده عنوان مهم جدا أصبح موجود في كل المقاييس العلمية، كل المنتديات العلمية النهاردة. النهاردة حوار ممتع جدا مع ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم القدير في عالم يعني النساء والتوليد، في عالم التجميل النسائي، في عالم التعامل مع فشل المبيض المبكر أو تأثر المبيض المبكر، عشان نبقى دقيقين بلاش كلمة فشل دي، خلينا نقول تأثر. ضيف العزيز الأكاديمي المتميز الأستاذ الدكتور محمد فرج الشربيني، أستاذ أمراض النساء والتوليد، الأستاذ بكلية الطب والعضو المشارك في الكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد بإنجلترا وعضو الجمعية الأمريكية للتجميل النسائي وصاحب دكتوراه أمراض النساء والتوليد واستشاري الحقن المجاري وجراحات المناظير والتجميل النسائي ورئيس مجلس إدارة مركز تبارك للولادة والحقن المجهري والتجميل النسائي الاسم القدير. أهلا بك يا دكتور. أهلا دكتور أيمن، أهلا بحضرتك. الحقيقة الموضوع أحييك عليه لأنه موضوع شيق جدا، فخلينا نبدأ الأول. كلمة المبيض لما يكسل أو يفشل أنهم أدق، الكلمة الأدق إيه، والتعريف الأدق والدقيق لكلمة بريماتيور أوفيريان فيلير. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حضرتك قدمت الكلام على المبيض، كلام مهم جدا. المبيض ده عضو ليه وظيفتين مهمين جدا، اول حاجه وظيفه انجابيه، تاني حاجه وظيفه هرمونيه. الكلام مهم قوي لان كتير قوي من الناس بينسوا الوظيفه الهرمونيه بتاعته، خصوصا لما يكون في مشاكل، في فشل، بيبصوا على التبويض، مفيش قدره انجابيه، يقول السيده دي خلاص، ينسوا الوظيفه الهرمونيه اللي هي مش شغاله بتاع المبيض. دي حاجه مهمه قوي هنتعرف لها في الكلام اللي جاي دلوقتي، فلازم ناخد بالنا منها قوي. طبعا فشل المبيض، المفروض المبيض بيبقى ده شغال طبيعي من سن البلوغ لغايه سن 50 سنه على الاقل، بيبقى بيشتغل كوظيفه انجابيه يعني القدره على الانجاب، بيشتغل كوظيفه هرمونيه اللي هي بتحافظ على الجسم بتاع السيده والهرمونات الانوثه بتاعتها طول الفتره ديت. لما يتوقف عمل المبيض قبل سن ال 40 سنه ده بنسميه فشل مبكر في المبيض. يعني السيده اللي هي عندها المبيض جه عند 40 سنه او قبل سن ال 40 سنه ما بقاش شغال، ده فشل مبكر في المبيض. ليه نوعين، في عندنا نوع اولي ونوع ثانوي. الاولي اللي هو السيده من عند البلوغ البنت وهي صغيره وسط مرحله البلوغ المبيض ما اشتغلش خالص، دي بنسميه فشل اولي في المبيض ما اشتغلش. فشل ثانوي، المبيض اشتغل وجا عند سن 25 سنه وقف، عن 30 وقف، 35 وقف، ده فشل ثانوي. يبقى كده عرفنا فشل مبيض يعني توقف عمل المبيض عند سن اقل من 40 سنه سواء اولي او ثانوي. الاسباب، الاسباب مهمه جدا يا دكتور ايمن. ليه؟ لان في اسباب نقدر نتجنبها ونبعد عن موضوع فشل المبيض، ودي حاجه مهمه جدا ولازم، ده الدور التوعوي بتاع برنامج حضرتك المهم جدا بالنسبه للمشاهدين. احنا عندنا في اسباب كتيره لفشل المبيض، طبعا بنحاول ان احنا نتجنبها بقدر الامكان، وازاي نتعامل معاها عشان ما نوصلش لمرحله فشل المبيض. عندنا اول حاجه عندنا الاوتو اميون اللي هو خلل جهاز المناعه اللي هو بيعمل انتي اوفيريان انتي بوديز، بيعمل اجسام مضاده للمبيض. عندنا في بعض الامراض اللي هي المناعيه بتعمل كده، عندنا في اديسون ديزيز اللي هو بتاع السوبر رينال جلاند، عندنا الهاشيموتو ثايرويدايتس اللي هو بيبقى مرض في الغده الدرقيه، ده بيبقى مرض مناعي في الغده الدرقيه اللي بيؤدي لفشل مبيض برضه. عندنا سيستميك لوبس اريثروماتوزيس اللي هي الذئبه الحمراء، عندنا برضه روماتويد ارثرايتس برضه اللي هو مرض روماتويد، عندنا المايسينيا جريفيس. كل الحاجات دي بيبقى فيها اجسام مضاده ممكن توصل للاوفري وتعمل فيه دمج، فبالتالي تؤدي الى فشل
المبيض. العبره من الكلام ده ايه؟ ان احنا اي سيده عندها حاجه من الامراض اللي هي ممكن تؤدي الاوتو اميون ديزيز، ممكن تؤدي لفشل المبيض، لازم نحطها تحت الميكروسكوب. مجرد ما حصل زواج نعملها كهاي ريسك، مش كواحده عادي متجوزه ونصبر عليها براحتنا، لا نعملها زي يكون واحده عندها 40 او فوق ال 40 سنه متجوزه، نصبر عليها شهر 2 3 مفيش، نلجا لوسائل مساعده بسرعه جدا جدا عشان نستغل الوقت، لان دي ما عندهاش وقت طويل ان احنا نقعد نضيع فيه. فدي بسرعه جدا، ما حصلش حمل لوحده نلحق على الحمل الحقن المجهري، ناخد وسائل مساعده ما نستناش. ده بالنسبه للسبب الاولاني اللي هو الاوتو اميون. عندنا السبب الثاني الانفكشن، العدوى. العدوى دي من الحاجات اللي هي ممكن تسبب فشل مبيض. عندنا في بعض الفيروسات، في بعض البكتيريا ممكن تؤدي لفشل المبيض. المشهور قوي الفيروسات عندنا المامبس، اللي هو ده بالنسبه للرجال بيعمل اوركايتس وبيعمل اتروفي في الايه، ضمور في الخصيه. المامبس اللي هو باللغه العربيه، مش هنعرفه باللغه العربيه بس، هو اللي هو النكاف تقريبا. النكاف بالظبط دكتور ايمن. ده بيؤدي في الرجال لضمور في الخصيه، في السيدات بيؤدي لفشل في المبيض. عندنا برضو السيتوموجالو فيروس السيدات، عندنا الفيروسيلا زوستر فيروس، يعني كلها فيروسات. مجموعه الفيروسات دي بتؤدي ايه، فشل في المبيض. عندنا البكتيريا، عندنا ممكن التيوبركولوزيس اللي هو الدرن، ده برضو بيؤدي لفشل المبيض، بيعمل تدمير للمبيض. عندنا الملاريا في بعض الاوقات برضو بتعمل فشل في المبيض. فيبقى احنا عندنا بالنسبه للعدوى في مجموعه الفيروسات، مجموعه البكتيريا بتعمل فشل المبيض. برضو بنستفيد من كده ايه، ان احنا اي سيده هيجي لها اي عدوى من دول بسرعه جدا تتعالج علاج قوي وعلاج سريع، علاج افكتيف، ما نسيبهاش ولغيت لما نوصل لمرحله تدمر. يعني واحده جالها بلفيك تيوبركلوزس مثلا، ده نلحق بسرعه الجرعات العاليه عشان نحافظ على المبيض ما نسيبهوش يضيع. بعد كده عندنا زي ما حضرتك قلت برضو في المقدمه، ان احنا عندنا السموم اللي هي التوكسنز. الحاجات المشهوره قوي التوكسنز اللي هي للاسف كومن برضو شويه عندنا السموكينج، التدخين، سيدات المدخنات بشرها دول بيبقى عندهم نسبه عاليه جدا ممكن يخشوا في فشل مبكر في المبيض، سواء هي بتدخن اكتيف او باسيف، يعني واحده زوجها مدخن شره وهي داخله قاعده معاه على طول، واحده قاعده في مكتب كلهم مدخنين فطول يوم عماله رايح السجاير، دي من الاسباب التوكسنز اللي هي ممكن تؤدي لفشل مبكر في المبيض. عندنا برضو الانسكتسايدز اللي هي الايه، المبيدات الحشريه، الاسراف فيها كتير وكل يوم بيروسول بيروسول، دي من الحاجات برضو اللي تؤدي لفشل المبيض. دي خطيره جدا يا جماعه، خلي بالكم الحكايه دي. يعني تمام. انا بخافش من الحشرات ولا خاف من الناموس والدبان، اخاف من المبيدات الحشريه. تمام. ده من الحاجات هي بتاثر طبعا على جميع اجهزه الجسم. عندنا برضو اللي هي الكيميكالز موجوده بقى في الاكل واللي موجوده عندنا في الشرب والحاجات اللي حضرتك قلت عليها، برضو دي من الحاجات تؤدي فشل في المبيض. دي كلها حاجات افويدابل، يعني نقدر نتجنبها ونبعد عنها، وفي نفس الوقت كده بنحافظ على المبيض بتاعنا. هو احنا الفايده ان احنا بنعرف الاسباب، ان احنا نعرف ازاي نحافظ على المبيض ونبعد عن الفشل بتاعه. عندنا كده بعد كده في حاجة مهمة جدا، السيدات اللي بيجي لهم ساعات سرطانات بنحتاج ناخد علاج كيماوي أو علاج إشعاعي. العلاج الإشعاعي لو هناخده على حاجة في الحوض عندنا، زي مثلا عندنا سرطان مثانة، سرطان قولون، أي حاجة من الحاجات دي ونحتاج علاج إشعاعي على الحوض، طبعا عندنا المبيض هيتأثر. في عندنا طرق إن احنا ممكن نحط المبيض في ليت شيلد، يعني نحطه في يعني يتغلف بغلاف إن احنا نتجنب الإشعاع اللي هو داخله من الرصاص. دي حاجة. أو الحاجة الثانية الحاجة التانية ان احنا ممكن ناخد نجمد بويضات، يعني السيد تاخد مؤشرات، ناخد بويضات ونجمدها بره عندنا، بحيث بعد ما نعمل الراديو سيرابي والمبيض فشل يبقى السيد لسه عندها القدرة الانجابية موجودة ومعانا بويضات متجمدة ليها، فدي مهمة. برضو بالنسبة للسيدات اللي بياخدوا كيمو سيرابي، يعني واحدة عندها كانسر بريستا، عندها مثلا لمفوما، لوكيميا، سرطانات الدم سرطانية كلها هتحتاج تاخد علاج كيماوي. قبل ما نبدا علاج كيماوي بنفهمها احنا دلوقتي خدنا علاج كيماوي ده هيدمر المبيض، مش هيبقى عندك مقدره على الحمل تاني. قبلها هنعمل برضو منشط ونسحب بويضات ونجمدها ونحافظ عليها. يبقى احنا السيدات هياخدوا علاج كيماوي هياخدوا علاج اشعاعي، دول نقدر ان احنا نتجنب فشل المبيض فيهم، وبرضو نكون عارفين الاسباب دي مهمه، لان برضو يعني في الاوضاع دي بيبقى سرطان بتاع الناس مخها انشغل مش فايقين، لكن طبيعي لازم الطبيب ياخد باله من الحاجات ديك ويفهمها، لا احنا هنعمل كذا وهناخد كذا وناخد كذا، مشكلة ممكن تخف فعلا من بعد العلاج، بس المشكله هنخش في مشكله تانية يبقى لازم ناخد بالنا منها، فدي من الحاجات المهمه. نخش برضو اللي بعد كده دكتور ايمن، عندنا الفاميليال والكروموزومال ابنورمالتيز. يعني في تلاقي عائلات فيها كتير، او تلاقي الاخت واختها واختها عندهم كلهم فشل مبكر في المبيض، وبرضو في بعض الامراض اللي هي ريليت كروموزومات، كروموزوم الابنورمال اللي هي الكروموزومات. عندنا مثلا زي التيرنر سندروم، ده معروف اللي هو ال 45 اكس او، يبقى احنا السيده دي بيبقى عندها نقص في اكس كروموزوم. ممكن يكون بيور تيرنر، يعني كل خلايا جسمها 45 اكس او، دي طبعا بيبقى صعب انها ايه يبقى لها حل تاني. في الم
موزايك تيرنر بيبقى بعض الخلايا فيها اكس او وبعض الخلايا اكس اكس، دي بيبقى لها احتماليه وممكن بالحاجات الجديده انها تساعد ان هي ممكن المبيض يشتغل تاني. عندنا برضو في حاجه اسمها فراجايل اكس كروموزوم، ده بيبقى فيه ديفكت في جين موجود في اللونج ارم بتاع الاكس كروموزوم، ده برضو بيؤدي لفشل في المبيض. عندنا برضو في حاجه من الحاجات اللي هي نادره جدا بس موجوده وانا شفت حاله منها برضو، بيبقى عندنا النو اف اس اتش ريسبتور جين ابنورمالتيز، يعني احنا السيده ديت عندها المبيض كويس جدا، عندنا فيه بويضات موجوده في المبيض كويسه جدا، بس للاسف الاف اس اتش ريسبتورز الموجوده في المبيض دي مش موجود، فبالتالي الاف اس اتش عندها عالي وشغال بس للاسف المبيض ما بيستقبلوش، ونلاقي هرمونات الانوثه اللي هي الاي 2 قليله، في نفس الوقت نعمل سونار نلاقي عندنا المبيض كويس، فيه بويضات كويسه جدا، نعمل مخزون مبيض نلاقيه عالي وكويس جدا. السيده دي مهما ادينا منشط مهما ادينا علاج للاسف ما بتستجيبش، لان عندها مشكله مفيش ريسبتورز بتاع الاف اس اتش اللي تشغل البويضات وتطلع البويضات، مفيش المستقبلات نفسها بالظبط. فدي مشكله كبيره، دي قد يكون برضو لها حل بالابحاث الجديده والكلام الجديد انها ترجع المبيض يشتغل تاني، بس دي من الحالات النادره ما اتعملش لها ابحاث برضو لان هي عددها قليل قوي على مستوى العالم. برضو عندنا في حاجه مهمه قوي اسمها جالاكتوزيميا. جالاكتوزيميا ده حضرتك طبعا دكتور ايمن عارف ان هو اوتوزومال ريسيسيف ديزيز، يعني عشان يجي لواحده ست لازم يكون الاب والام الاثنين حاملين لنفس الايه الاوتوزومال ديس اوردر، عشان يجي الجلاكتوزيميا دي من الحاجات برضه تؤدي فشل في المبيض. العبره ايه من كلام اللي هو الكروموزومات والوراثه؟ دي السيده اللي عندها حاجه طبعا مش هنقدر نعمل لها حاجه خلاص، بس ناخد بالنا من اخواتها. يعني دي واحده زي ديك حصل فشل مبكر عندها 20 سنه 22 سنه، اختها صغيره لسه البيريود مظبوطه والدنيا حلوه، مجرد ما تتجوز هاي ريسك، نحطها تحت الميكروسكوب ونجري بسرعه، هنعمل حقنه هنعمل حاجه هنجمد بويضات، ما نسيبهاش، لان بيبقى فاميليال ساعات بنلاقي الاخت واختها واختها، فطبعا يبقى احنا واحده اصيبت نلحق على الباقي ونبص عليه، فده برضو مهم جدا ان احنا نعرف الاسباب عشان نعرف نعالجها كويس. بعد كده في حاجه مهمه جدا يا دكتور ايمن اللي هو الاياتروجينيك اللي هو الخطا العلاجي، دي من الحاجات بقى المشهوره يا دكتور ايمن واللي احنا لازم ننبه عليها الاطباء وننبه عليها المرضى عشان ياخدوا بالهم منها. من الحاجات المشهوره قوي يا دكتور ايمن اللي هي المناظير اللي بنعملها مثلا زي حاجات تكيس المبيض اللي هي بوليسيستيك اوفيريان سيندروم، ده بيبقى ايه متلازمه تكيس المبيض، دي غير اكياس المبيض طبعا حضرتك عارف يا دكتور ايمن، ده بيبقى عباره عن ان المبيض فيه بالسونار بنلاقي فيه بويضات كتيره جدا اللي هي مسميات تكيس، ولازم يكون معاها زياده في هرمونات الذكوره، لازم يكون معاها تاخر في الدوره، وطبعا ايه بيبقى معاها تاخر انجاب. العلاج بتاعها للاسف ان هم بيعملوا تثقيب للمبيض ويعملوا يعني بيعملوا كي المبيض بالمنظار عشان يرجع يشتغل تاني، الكي ده بيدمر المبيض فبيؤدي لان بيحصل فشل مبكر في المبيض، في حين ان احنا متلازمه تكيس المبيض لها علاجات كتيره جدا وعلاجات جديده وحديثه، يعني اللي هو الانسولين سنسيتايزر، بنعمل الويت ريدكشن، في عندنا دراجز مخصوصه علشان حكايه تكيس المبيض، فبالتالي حكايه كي المبيض دي لازم تكون في اضيق الحدود والافضل نبعد عنها بقدر الامكان عشان دي احنا بندمر المبيض، يعني نمسك المبيض ونكويه ونعمل فيه الثقوب ديت، ده للاسف من الحاجات اللي هي اسباب اللي احنا فشل شايفينه المبيض. ده اصبح ممنوعا تمام نسبة. ده كلام فعلا مظبوط، يعني الحركه دي حركه سيئه جدا 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 على كلام الدكتور شربين تمام، صح كده؟ بيرجع العيانه بتدفع ثمنها بعد كده كتير قوي، دي كانت اتعملت من حوالي 20 سنه مثلا ولا ده بيهرج اللي داخل ده يعمل اكتشفوا كلام. بعد كده ان هو المفروض ان هي الكلام ده كله بيدمر مخزون المبيض دي حاجه التصرف مهمة. ده تصرف دلوقتي علميا اسمه تهريج، يعني اللي احنا شايفينه دلوقتي ده جريمه اياتروجينيك اياتروجينيك عمال يثقب خلاص كفايه يا باشا كفايه اياتروجينيك يعني علاج خاطئ يؤدي لفشل المبيض. عندنا برضو اكياس المبيض اللي هي العاديه دكتور ايمن دايما الدكاتره بيتسرعوا ويخشوا يشيل هنشيل بالمنظار هنفتح البطن ونشيل اكياس المبيض ديت، بنحاول علاج الطب ليها الاول العمليات والجراحه والمناظير طبعا دي اخر حاجه نلجأ لها الا مضطرين، لان حتى في الكلام اللي هو موجود على الساينتفك اللي هو مثلا في بره وكلام بيقولوا even with best hands there will be a permanent reduction in ovarian reserve after اوفيرين سيستكتومي، يعني حتى في احسن الايادي عندهم ايه يعني واحد شغال مناظير بس ما شغالش في حاجه في حياته غير مناظير حتى في احسن الايادي وهو شغال شال كيس من على المبيض لازم هيبقى فيه نقص في مخزون المبيض
دائم، لان لازم في انسجه مبيض بتطلع معاه. فالكلام ده مهم، يعني احنا ما نستعجلش دايما ان احنا نخش بالمنظار نشيل كيس نخش، ده مش حلو جدا. وبرده من المشاكل الكبيره برده دكتور ايمن البطانه المهاجره، البطانه المهاجره دي برده ما نخش بالمنظار بسرعه ونشيل، لا الكلام الايفيدنس بيزد بتاعها ان احنا لو هي اقل من 5 سم ما بنجيش ناحيتها خالص، بندي الاندكشن بتاعنا عادي، بنعمل حقن مجاري عادي. بس صاحب البويضات محتاجين يعني ايد مهره شويه ان هو بيبعد عن الكيس الشوكولاته دوت، ما يجيش ناحيته وهو بيسحب البويضات. تاني حاجة لو حجمها كبير أكبر من 5 سنتي بتاخد علاج هرموني لمدة 6 شهور حجمها بيصغر، ونرجع نعمل حقن المجهري تاني. حكاية اللي هي العمليات والمناظير الجراحات بتاع البطانة المهاجرة دي بنخليها في أضيق الحدود لما نكون مضطرين ليها جدا، يعني احنا بقدر الإمكان بنحاول نتجنب أي عمليات تمس المبيض، أي مناظير تمس المبيض، عشان نحافظ على مخزون المبيض ما نؤديش إلى فشل المبيض. ولو السيدات اللي هي هتخش تعمل منظار دكتور أيمن عمل تحليل مخزون المبيض اللي هو الـ AMH قبل ما تعمل منظار وبعده بشهرين، هتحس هي خسرت قد ايه من مخزون المبيض بتاعها بعد المنظار. فدي حاجه مهمه، يعني ايه لازم في اضيق الحدود دكتور ايمن عشان نحافظ. دي الحاجات اللي هي الاياتروجينيك. احنا بنشوف ساعات يا دكتور ايمن تلاقي عيانه جايه تقول لك ده كان عندي كيس على المبيض وشل المبيض، ما كلام مش معقول، حرام. التشخيص وطرق العلاج ما بين الحداثه وما بين الطرق التقليديه. تمام، احنا بالنسبه للتشخيص عندنا طبعا في عندنا تحاليل هرمونات، في عندنا السونار. السونار بنقيس حاجه الاي اف سي انترال فوليكولار كاونت اللي هو عدد البويضات الموجوده في المبيض في الاول الصغير، دي بنقيسها بالسونار اثناء البيريود ثاني يوم او ثالث يوم البيريود، دي ليها عدد معين بنطمن عليه. ثاني حاجه الهرمونات المهم قوي فيهم عندنا الاي ام اتش اللي هو مخزون المبيض، ده بيدينا بدقه جامده مخزون المبيض فاضل قد ايه ونقدر نعمل معاه ايه. وعندنا الاف اس اتش والال اتش والاي 2 دول بيتعملوا ثاني او ثالث يوم البيريود، ده برده بيدينا دلالات. هم دول احنا بالاثنين دول هرمونز والسونار نقدر نشخص فشل المبيض او ضعف المبيض او نقص مخزون المبيض، دي كلام اللي هو نقدر نشخصه بدقه عن طريق التحاليل وعن طريق الايه السونار. نيجي بقى اما نيجي على العلاج، العلاج يا دكتور ايمن في عندنا شقين. الشق الاولاني احنا قلنا عندنا الهرمونات اللي نقصت ديك، طبعا احنا ما نقدرش نسيب السيده ديك ونقول لها ما فيش علاج وما تاخديش علاج، يبقى دي جريمه برضه في حق السيده اللي هي عندها فشل مبيض. احنا هنسيبها يبقى احنا عرضناها لامراض قلب قريب وعند يبقى ايه اثرنا حياتها وعمرها. طبعا احنا الحل بتاعنا اول حاجه بناخد علاج هرموني، علاج الهرموني ده كبديل لايه نقص الهرمونات الطبيعيه المفروض المبيض بيطلعها، وليس كعلاج هرموني لايه للحمل. يعني مش بنعالج العقم بالهرمونات، العلاج الهرموني في فشل المبيض ده عشان حفاظا على صحة المرأة. يعني احنا بناخد علاج هرموني اللي هو معروف عن السيدات اللي هو الحبوب المصطبغة ابيض وبني، بتمشي عليها لغاية سن الـ40 على الأقل، بتمشي عليها باستدامة بحيث بتحافظ على تمنع الاثيروسكلروزس اللي هي تصلب الشرايين وتحافظ على القلب، تحافظ على العظام بتاعتنا، فدي من الحاجات المهمه. في نفس الوقت بقى بتحافظ على اللزوجه الطبيعيه بتاع المهبل، تحافظ على الاحساس الطبيعي بتاع السيده، بتحافظ على الشعر بتاع السيده، بتمنع الضمور بتاع البريست بتاع الثدي، فهي مهمه جدا جدا انها تاخد ما تتنسيش. تاني حاجه بناخد كالسيوم وفيتامين د عشان نمنع هشاشه العظام. تالت حاجة الرياضة مهمة برضو بالنسبة لهذه السيدات عشان القلب وعشان العظام، برضو بنحافظ على الهيلسي بودي ويت، ده مهمة برضو عشان القلب وعشان العظام. الحاجات دي كلها مهمة جدا جدا لصحة السيدة، ده العلاج الدور الهرموني بتاع المبيض. نيجي بقى للدور الإنجابي يا دكتور أيمن. بالنسبة للعلاج بتاع الدور الإنجابي بتاع المبيض في حالات فشل المبيض ملوش علاج طبي ولا هرموني ولا جراحي ولا حقن مجهري، ملوش علاج. ده الكلام لغاية هذه اللحظة اللي احنا بندرسه في كلية الطب، لا يوجد علاج لفشل المبيض من الناحية الإنجابية، سواء علاج هرموني ولا علاج طبي ولا علاج جراحي ولا حقن مجهري هيجيب نتيجة. كده احنا خلصنا الكلام العلمي الإيفيدنس بيز اللي بنتكلم فيه. نتكلم بقى على الكلام الجديد يا دكتور أيمن، من هنا هنتكلم على ميديكال ريسيرش اللي هي الابحاث الجديده والتجارب الجديده وليس العلاج الطبي المعتمد. دي بدات طبعا زي ما حضرتك قلت قبل كده، هي بدات الاول في امريكا في 2016 على فئران التجارب اللي هي دخل في المنوبوز، حقن المبايض بالبي ار بي بلت تريتش بلازما، اتفاجئوا ان المبايض رجعت تشتغل الثاني بعد ما كان المعتقد ان السيد دخل سن الياس ما فيش بويضات ثاني. بداوا يشتغلوا على السيدات، لقينا في سيدات البيريود قطعها بدات ترجع، في سيدات المخزون القليل بدا يتصلح، في سيدات كنا بندي حقن حقن مجهري كتير عشان تطلع بويضات ما بتطلعش بدات تطلع بويضات، في سيدات حملوا لوحدهم بعد حقن البي ار بي، الكلام مش عندنا بس على مستوى العالم. احنا بدانا اشتغلنا الكلام ده بعد ما خدنا الموافقه الاسكال كوميتي عندنا في الجامعه
وفي بعض رسائل الماجستير احنا مشرف عليها مع بعض الاساتذه زمايلي في الجامعه عندنا برضو. دي بدانا ان احنا نشتغل في ده صوره بحث كان اول حاله حملت عندنا ونزلناه ونشرناه. دي حاله كانت حملت بعد ما خدت حقن مجهري مرتين وفشل ما طلعش بويضات. حقنا المبيض بالبلازما زي موجود في الصور كده عن طريق المنظار. بعد حقن المبيض بالبلازما بدا المبيض يشتغل وحصل حمل لوحده وحملت ولدت، وبعدها بست شهور تقريبا حملت ولدت تاني. فمعنى كده دي من الحالات اللي هي كانت هوبلس كيس، وبعد حقن البلازما بدا المبيض يشتغل واتنشرت في مجله دوليه. دي من الحاجات اللي هي البرومزنج طبعا ان احنا حقن المبيض بالبلازما. ده اللي هو موافقه لجنه البحث اخلاقيات البحث العلمي عندنا في الجامعه على البحث اللي احنا كنا عاملينه. دي من الحاجات برضو المهمة ان احنا اي بحث علمي قبل ما يتعمل لازم يتاخد موافقة عليه. برضو في بعد كده اللي هي الرسالة ده برضو دي بحث انا عامله مع استاذ من الاساتذة عندنا في الجامعة، ان احنا بنقارن حقن المبيض بالبلازما مقابل حقن المبيض بالمحلول الملح. فبنشوف هل هو نهون الصالح فيهم. ده احنا نشرناه في مسجلينه على الكلينيكال ترايل، ده من اكبر المواقع طبعا اللي هي موجودة على مستوى العالم في تسجيل الابحاث. وبعد ما خدنا موافقه مجلس اسم عندنا طبعا، وخدنا موافقه الاسكال كوميتي برضو. وده برضو قدامنا دي رساله ماجستير احنا برضو مشرف عليها انا واثنين من الاساتذه زمايلي، ان احنا بنعمل حقن المبيض بالبلازما عن طريق المنظار ونشوف النتائج بتاعته ايه. برضو بعد ما خدنا موافقه مجلس اسم ومجلس الكليه وخدنا موافقه الاسكال كوميتي. دي كلها زي ما نقول لغايه دلوقتي يا دكتور ايمن ابحاث وتجارب، بس لازم تتعمل اندر سوبرفيجن، يعني مش اي وده جزء من الحوار العلمي مهم جدا. البحث تمام. العلمي جزء من الحوار العلمي لازم نهتم ان احنا ندعمه. محتاجين انه في جهات نقدر نقول اشرافية لا غير اشرافية، يعني دعم مالي من جهات معينة في الجهات خاصة. يا ريت طبعا تبقى حاجة كويسة. البحث العلمي بره في جهات بتدعمه طبعا. بتدعمه طبعا. هنا طبعا البحث العلمي انتوا بتشتغلوا يعني كده الحمد لله يعني بالقدرات الشخصية طبعا بالحاجات طبعًا الشخصية طبعا طبعا ما شاء الله. يعني لغاية دلوقتي بروميسنج يعني بروميسنج طبعا طبعا يعني نتائج واعدة سواء عندنا في الأبحاث اللي احنا عملناها وشفناها سواء على مستوى العالم. لأن احنا عندنا بالنسبة للمبيض لما يحصل فشل هو ملوش علاج في ثلاث طرق بس على مستوى العالم. احنا أول حاجة الخلايا الجذعية اللي اتعملت في الأول تحضيرها صعب وحقنها صعب، فبالتالي بدأت تقل خالص ونتائجها مش حلوة قوي. في عندنا حاجة اسمها تفتيت المبيض اللي هي اوفيريان فراجمنتيشن، بيتاخد المبيض عن طريق الجراحه ويتقطع ونتعامل معاه عن طريق بعض الكيميكالز ونرجع نحقنه، مش نحقنه بقى نرجع نزرعه تاني. فبدا عشان يبدا يشتغل. دي برده جراحه وعمليات ونتائجه برده مش سهله قوي. بالنسبه اسهل حاجه اللي هي الايه البي ار بي اللي هي بدات دلوقتي على مستوى العالم تقريبا معظم دول العالم دلوقتي شغاله فيها، لان النتائج بتاعتها حلوه سهله جدا مش متعبه في حاجه. بس المهم مين اللي يعملها وتتعمل ازاي، طريقه تحضير ازاي، الكلام ده كله مهم يا دكتور ايمن. يعني انا قبل ما ابدا اشتغل اخدت حوالي تقريبا ما يقرب من سنه على تحضير البلازما، تحضر ازاي، تتعمل ازاي، ايه الانابيب بتاعتها، ايه الاشتراطات بتاعتها، الاشتراطات في العيان ايه. وده اللي بيفرق ويخلي نتائج مكان كويس ونتائج مكان مش شغال كويس برضو، ده بتفرق كتير يا دكتور ايمن. البي ار بي كمان عمل نتائج بقى جيده جدا في مسائل الريجوفينيشن بتاعه الجينيتاليا، في اعاده النضاره بالنسبه للبي ار بي. دي نتائج واضحه تمام. اللي احنا بنسميها او شوت او اورجازم شوت دي من الحاجات الجميله جدا جدا. ده فعلا بيتحقن في الكليتورز، بيتحقن في الجي سبوت، بيتحقن في الوول بتاع الفاجينا اللي هو جدار المهبل. بالتالي ده بيصلح حاجات كتير. اول حاجه بيصلح الاحساس والرغبه عند الزوجين طبعا، بيصلحها بكفاءه عاليه جدا جدا. جفاف المهبل بيصلحه حلو جدا. دلوقتي في ابحاث جايه مشرف برضو على رساله ان احنا بنستخدمه في علاج السلس البولي. من الحاجات كويسه جدا جدا لانه بيعيد الانسجه للوضع الطبيعي بتاعها، فبيقوي العضلات اللي هي بتتحكم في المثانه في البول، فبرضو من الحاجات الكويسه والنتائج بتاعتها الجميله على مستوى العالم. فالبي ار بي من الحاجات الكويسه جدا جدا. وبعد كده البي ار بي برضو دكتور ايمن استعمله في الليكوبليكيا بتاع الفالفا لما يكون حقنا كورتيزون وحقنا حاجات وما جابش نتيجه خالص. البي ار بي الليكوبليكيا بيبقى زي وايت ديسكولاريشن في الوول بتاع البيضاض بيضاض اللون بتاع بالاضافه بيبقى فيه هايبر بليزيا شويه فيها بتاع، بيبقى فيه مشاكل بتعمل اتشنج وايريتيشن جامد وبتاع. فلما يفشل العلاج كله لقوا ان حقن البي ار بي برضه بيجيب نتائج كويسه جدا. ليها استخدامات كتير قوي عندنا البي ار بي طبعا طبعا. انا هسيب بقى حضرتك تقدم لنا الكلام بتاع
الاستاذ الدكتور بكر النشار، يعني حضرتك يعني اقدر مني في التقديم ده. تمام طبعا استاذي الدكتور ابو بكر النشار ده معروف لجميع اساتذه وجميع الاطباء، ويعتبر استاذ الاساتذه جميع الاطباء على مستوى اسم غير عن مصر بس، لا على مستوى العرب، لا على مستوى العالم كله. مفيش مؤتمر دولي في اي مكان في العالم غير لما تلاقي المحاضرات بتاعته موجوده عنده، موقع فيه محاضرات، اكبر عدد محاضرات على مستوى العالم موجود فيه. طبعا من الاساتذه اللي الناس كلها تجلهم، يعني احنا بنقول عليه مثلا العلامه، بنقول عليه منارة العلم، بنقول ما شاء الله. يعني بسم الله ما شاء الله، يعني طبعاً. يعني ده استاذنا كلنا. وطبعا كنت انا قابلته في مؤتمر الجمعيه المؤسسه الامريكيه الدولي، كان المؤتمر الثاني، وكنا اتقابلنا مع بعض وكان حاضر، وكنت انا في محاضره هناك بقولها، وبعد كده خدت رايه في الاخر. طبعا رايه اسعدني جدا، وشهاده اعتز بيها جدا 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 جدا. هنسمع طبعا، يعني يسعدني ان يكون على شاشتنا في القاهرة والناس القيمة العلمية الكبيرة أستاذ الدكتور أبو بكر النشار. تعالوا نسمع مع بعض كلامه، يعني ما سجلناش كتير أو ما خدناش فيديو طويل، كان نفسنا يكون أطول من كده، لكن هنسمع كلام مهم جدا. تعالوا نسمع مع بعض ونرجع تاني. وطبعا يشرفني ويسعدني رأي أستاذي الفاضل وقدوتي الأستاذ الدكتور بكر النشار. الحقيقة أنا بأهني حضرتك على اقتحامك هذا المجال اللي فيه بنقول للست مفيش أمل، لكن دايما الامل موجود في ربنا، وموجود في الطرق الجديده في الابحاث. وبحييك درجه الامانه، وانك انت بتقول بان هو ده لسه تجريبي، وانك انت بتعمل كونسلنج، بتعمل مشوره، وبتفهم المريضه ان هذا الكلام تجريبي، وان النتائج ما هياش اكيده 100%، لكن احنا بنعمل كده ان هو ممكن ان هو يفيد. وانا الحقيقة النهاردة لما شفت البرزنتيشن بتاع حضرتك وازاي بان الحمد لله في حالات نجحت، فدي كلها شيء مبشر وشيء جميل، ويدي الفرصة للاخرين بان هم يحاولوا بان هم يجربوا ويسيروا على نفس الطريقة ويشوفوا النتائج بتاعتها شكلها ايه. الحقيقة طبعا أكيد الحوار يعني هو دعوة موجهة طبعا للدكتور نشار، في أي وقت يكون فاضي يشرفنا، يبقى حاجة عظيمة طبعاً جدا قامة كبيرة جدا طبعا جدا جدا، نسعد جدا بوجوده معنا. هرجع تاني أقول أنه الـ 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 الاجتهاد وفريق العمل ده فريق عمل طبعا، مش بس أداء فردي. لا بنتكلم طبعاً على فريق عمل كبير بيعمل شغل فيما يتعلق باستعادة نشاط المبيض والريجيفينيشن. تعبير ريجيفينيشن تعبير دقيق؟ لا، هو ريجوفينيشن يعني هو التعبير الاصطلاحي اللي هو في المعجم بتاعها يعني إعادة إحياء. احنا نقصد إعادة تنشيط المبيض، إعادة تشغيل المبيض تاني بعد فشل، بعد ما كانش فيه بويضات خالص. يعني احنا دلوقتي ما بنحقن البي ار بي اللي هي البلازما الغنية بالصفائح الدموية، بيبقى فيه جواها حاجة اسمها جروث فاكتورز اللي هي عوامل نمو. عوامل نمو تتحقن في المبيض بتخلي المبيض يرجع يبدأ يشتغل تاني، بتقول له اشتغل ويبدأ يشتغل تاني. هي طبعا من الحاجات المهمة أو الأسئلة كتيرة بتسأل لينا، بيقولوا هل ده ممكن يعمل سرطانات، يعمل أورام في المبيض ولا حاجة؟ عيني كتير بيسألوا الكلام ده. هو طبعا مش ممكن يعمل أي أورام ولا أي حاجة خالص، هو كل فكرة إن هو العوامل النمو بتشتغل على الجدار بتاع الخلية وليس على النواة. فدي أول حاجة اللي هي تدينا الأمان الكامل إنها بتعملش أورام ولا حاجة. تاني حاجة استخدام البي ار بي في اذر ميديكال فيلدز، يعني في برانشات الطب المختلفة بقى لها سنين طويلة جدا واستخدم كتير او ما فيش منها اي مشاكل خالص. يعني هي لو ما فادتش مش هتضر، هي بالعكس هي من الحاجات اللي هي تبقى كويسة جدا، والحاجات اللي هي بروميزنج جامد طبعا. بقى كل ده تحت عنوان البحث العلمي، احنا بنتكلم في منطقة بحث علمي. البحث العلمي له شكل معين في الطرح والتفصيل. ده المؤتمر حضرتك المؤتمر المؤسسة الأمريكية الدولي الثاني، ده كان فيه الدكتور باكر، وكان فيه بقى كوكبة من العلماء كلهم على مستوى كل العالم. كل طبعا يعني العائلة المصرية في عالم النساء وعالم تأخر الإنجاب بتكون موجودة. ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور محمد فرج الشربيني. الأستاذ الدكتور محمد فرج الشربيني أستاذ أمراض النساء والتوليد، الأستاذ بكلية الطب والعضو المشارك في الكلية الملكية للأطباء النساء والتوليد بإنجلترا، والعضو الجمعية الأمريكية للتجميل النسائي، وصاحب دكتور أمراض النساء والتوليد واستشاري الحقل المجاري وجراحات المناظير والتجميل النسائي، ورئيس مجلس إدارة مستشفى ومراكز تبارك للولادة والحقل المجاري والتجميل النسائي. شرف كبير لينا وجودك معنا. شكرا دكتور أيمن، نورت الدكتور. شكرا، خليكم دايما مع دكتور.